السلام عليكم. اكبر كذبه في الدنيا هذيا كي يقول خذ الباكورتي خاطر انت مازلت ماكش عارف شنو يستنى فيك بعد ما تعمل بريبا. البريبا هو موقع استراتيجي للاغتصاب العشوائي لجميع الطلبه والطالبات بدون استثناء الجنس، سيرتو كي تلحق الحاحا وتصر اصرارا وتمشي تكتب في الكاي وتسوء المعهد التحضيري للدراسات الهندسيه. البريبا هي انستيتيو تقرا فيها 2 ans 3 ans، معناتها وجهها يقول لك ديروا قدر. زاد كيف ما تنجم تختار بي سي بي جي ام بي، ان شاء الله لما ما نكون نسيت حتى شيء. شنو نسيت شيء بتاعك؟ لازم نرجع اول عباد وزيد نكملوا اخر عباد وزيد ما عندناش الحق في الكنترول وزيد عندنا الحق في عام بركه. تقول لي ما نسيت شيء؟ كل شهرات. البريبا هو المكان الوحيد اللي تنجم تلقى فيه اغرب المخلوقات في تلف التبان. النوع الاول اللي ظل فيه وما نعني به في البريبا جماعه سبليكم فوق لطف عليكم. لا عزيز وين صبر؟ ليش عملت في السنين تعبان؟ والله ما خدمت ما خدمتش. النوع الثاني الرجله. رجلة كريم خويا وينك؟ وينك كريم؟ صافا كريم؟ اسمعني بلاش هكا عندك دخان خويا عاش خويا طايحة بينا ما تعرف ايه صافا بالله كوليكسيون تاع الماتش تاع ماي فات ما نخدمها عاش خويا صافا جوهر اللي مش عود الثالث لحشت بروفيت بخير بخير ولادي صح الباس مسيو ميرسي عشيرتي النوع الرابع اللي معاود العام باترون هذايا في كلاسو في مقام الوالد في إدارة تلقاه أمور كيران تلقاه يعرف العساس وقت ايش يروح شابيتر واد كيف كيف صحبة مع الفام دو ميناج وأخيرا اللي بعثها بلفتة وديما فاسعة والإنسان هذايا ما تنجم تلقاه كيف في بلاصة واحدة البيبات. أهلا أيمن 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 سامحوني الولاد راهو فرسي مش فرسي. انا محضر كان فرسي. ليه يا ايمن راهو الترونزيتوار قبل الفرسي راهو. انا نقصت الترونزيتوار وحضرت فرسي. توا نتعداو للوالد من غير البريبا. النوع الاول اللي يحكي باللي بيدون. باهي الولاد اليوم باش تعملوا كوركسيون تاع سيتي تاع سيتي نيميرو 5 بخوميييرمون سيتي فيدون. ديزيمون توتالمون سيتي نيفيدونس. Troisièmement, oralement, nous sommes en WhatsApp. Quatrièmement, par récurrence ou cinquièmement, ça le fera à table dans ma barbe. Now I think, x carré, il y a 4, on applique racine de x carré, il y a valeur absolue de x, il y a 2, ça fait que tu as un plus. Now I think, business. Chnaou à Bob? ما فهمتش شو قاعد نعمل انا ساعتين ساعتين نفسر ايدي تهرت من الكتيبه وتجي تقول لي طبعا ما فهمتش شو اللي مال ودي ليه بستسك ليه بستسك ما عادش يساعدني انا ياسر ياسر راك مش لا مره لا اثنين كمل كيف يا بنتي؟ ايه ما تعاود لك مال يا بنتي شو عندي نعمل؟ انتي راك متحلل في فلوسي انا لاني شنو ما فهمتش فسر لي قول لي شنو فسر لك الكل ما قلتش ما فهمتش انتي راك النوع الرابع يعشق الاترافاج يغيب ويعشق الاترافاج والنوع الخامس والاخير بوتيير ماشي قد ايه مازال ولدي وقت 2 مينوت كملوا في الاكزرسيس نزل الوقت ان شاء الله كون عجبكم الفيديو كان عجبكم تنساوش تخليو لايك و تنساوش ابوني زاد على الشين شباب تلبارتينو تاع الفيديو داخل بارك صاحبي يا اخي اشتقرا بريبا 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 بريبا